مساء الخير مشاهدينا وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مسائي. اليوم راح نتكلم في موضوع جدا حساس لعل الأبرز خلال الفترة الأخيرة، وهو موضوع فوضى الشهادات المزورة والوهمية اللي هم شريحة واسعة من المجتمع الكويتي، واللي شهد نقاش حار في مجلس الأمة والجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية والإعلامية وغيرها. ما المقصود بهذا المصطلح؟ وليش هذا النقاش الكبير؟ وشنو هي الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها في هذا المجال؟ كل هذا راح نناقشه مع ضيوفنا في الاستديو، الأستاذ بدر البحر رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم، والأستاذ هاشم رفاعي أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم. لكن قبل ما نبلش حديثنا معهم خلونا نشوف هذا الفيديو ورادي لكم. سنين وانا اصرف عليك، دفعت فلوس تجيب 20 دكتوراه، تبني جامعه، وتالي تبيني شهاده مزوره؟ انت تضحك علي؟ انت طلبت مني شهاده دكتوراه وجبتها لك؟ نعم، انا ما ابيع رقي شرط السكين. تعترف بعد؟ كنت اتمنى انك تقول لا ما هي مزوره. تعترف؟ قد يكون ما شاهدناه توا في الفيديو حياة الفهد وهي قاعدة تتهمه بالشهادة المزورة أمر مضحك ومبكي في نفس الوقت، إن إحنا نعاني من هذه المشكلة منذ الأزل. نعم. ما هي مشكلة حديثة وقد تطرق لها الكثير، لكن من ما سلطوا الضوء عليها بكثر ما الحين قاعدين نسلط الضوء عليها. هذه المشكلة واقعية، وإن كان مر عليها زمن طويل فهني علامة الاستفهام أكبر والاتهامات راح تكون أكبر أكيد، لكن أبي تعليقكم على هذا الفيديو أستاذ بدر. نعم، أول شيء إحنا نشكركم على هذه المقابلة التي لم تكن الأولى، إحنا قابلناكم. نعم. بالسابق، والغرض من نقول قابلناكم بالسابق لأن إحنا تحركنا في هذا الموضوع منذ 3 سنوات، منذ 2015. نعم. لكن للأسف التعامل الحكومة معه كان ضعيف، والمجتمع المدني والناس كان تعامل معه ضعيف. احنا الان في هذه المقابله لان اكو واحد وافد زور وانفضح. اوكي، هذا الحقيقه له عده مؤشرات. يعني اول شيء احنا نشكره، الحقيقه نشكر هذا المجرم اللي قام بهذا الجرم لانه كشف جرم اكبر. نعم. احنا كجمعيه كويتية لجودة التعليم نادينا منذ عام 2015 ان هناك مشكله بالشهادات، هناك مشكله بالتعليم العالي، هناك مشكله بالمعادلات، لكن كان حجم الانصات من الجانب الحكومي والمجتمع كان ضعيف. جدا ضعيف، لأن ما حد كان واعي لحجم هاي الكارثة اللي إحنا كان واعين وعارفينها. الحقيقة وإحنا كنا جايين لكم شفنا في على شاشة الرأي إن في مقابلة مع النواب اللي أعتقد لجنة الإحلال أو شغل من النوع. نعم. يتكلمون ويشدون على الوزير لمحاسبة المزورين. إذن وين دور المسؤولين اللي كانوا مسؤولين على هذا التزوير؟ نعم. هناك مشكلة حتى في الجهاز التشريعي لفهم طريقة الحلول. أن الحقيقة نادينا من الجمعية ومكان المقالات أن الذي يجب أن يحاسب هم المسؤولين. طبعا. القائمين على هذا على جهاز التعليم العالي. يعني هل يعقل أن يكون الوزير الحالي هو نفس الوكيل الحالي زين ولمدة سنوات وهذه المشكلة لم تكتشف؟ ما هو دور الوكيل المساعد لشؤون المعادلة؟ ما هو دور مدير شؤون المعادلة؟ احنا ودنا نقول هذا في البداية لان هذا راح يكون خلاصة قولنا في يعني في هذه المقابلة. احنا كجمعية الكويتية لجودة التعليم حتى عملنا منذ زمن على خطين، كنا رصدنا الظواهر، حطينا الحلول، قابلنا المسؤولين، طرحنا مشاريع القوانين، كل هذا سوينا. الجانب الآخر لاحقنا المزورين، لاحقنا الوهميين، رفعنا القضايا، رفعنا انذارات للوزراء، وصلنا الى النيابة العامة. كل هذا كنا نسويه، وكان المجتمع ردود فعله ما كانت بحجم الكارثة. ما حد كان فاهم اللي احنا فعلا رصدناها. فلو بتشوفين الحين شنو الشهادات الوهمية والمزورة؟ هي 3 انواع. عندنا الشهادة المزورة
أشيل اسمك وأحط اسمي. نعم. وهذا ترى بالقانون إذا كان التزوير واضح ترى لا يعتبر تزوير. التزوير هو الذي يصعب على الشخص المختص أن يكتشفه. أن يكتشفه. أوكي. نعم. شغلات مزورة، وهذا اللي الوافد اللي كان يحط أختام ويسوي معادلة بالسيستم، وللأسف لم يكتشف المسؤول، لا المدير ولا الوكيل المساعد ولا الوزير ولا المسؤولين في 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 جهاز التعليم. عندك بعدين الجامعات الواهية الهشة زين، وهذه احنا على مدى السنوات هذه كنا نناشد التعليم العالي حتى في مراجعة القوائم اللي عندها، وناشدنا اكثر من مرة، والوزير الحالي يعلم أن هناك كتاب صادر من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي ووضعية التعليم منذ فترة لتقليص الجامعات المصرية. نعم. إلى 4 أو 5 جامعات ولم يتخذ قرار، ولا الوزير اللي قبله اتخذ قرار، فبالتالي هي مشكلة المسؤولين وليس الشخص مزور يا سوى شهادة. عندك الأخرى هي الوهمية. الحين والظاهر أن في وسائل التواصل قاموا الوهمية يدافع عن أنفسهم، لأن شنو طلع حق الناس؟ التزوير. قالك أنا مو مزور، شيخ دين وغيره بلحية يا جماعة، لا هذه شهادتي مو مزورة. المشكلة في الشهادة الوهمية إنها شهادة غير موجودة، الجامعة غير موجودة، يعني الطامة كبرى هنا أكثر، هي أكثر جرما بالحقيقة. نعم. زين، يعني أكو واحد عنده مكتب مثلك جامعة كولومبوس معروفة، لا تطقع نتطلع، وهذه عندنا مشايخ وايد بالكويت عندهم تطقع نتطلع، هذه مكتب اللي أسسها مسجون. اوكي، طبعا عقب ما سجن وضبطه في امريكا وصارت فراد ما حد يقدر يجرب صوبها، صارت فتحت مكاتب بالكويت عفوا في الامارات وبالسعوديه وغيره، فيروحون يدفعون فلوس ويقول لك انا ارسلت بحث حقه قص ولزق، طبعا بحث بالعربي حق شركه حق جامعه امريكيه، يعني هذه اول ضحكه. نعم. يقول له انا بعثت بحث. يا اخي احنا درسنا الدكتوراه 4 سنوات من البحث والفحص والتحري مو بيوم وليله، يعني صح. الناس يوصلون يعني يخسرون وزن عشان يوصلون، هذا دس بحث وهذا من نوايد بالكويت. ها. نعم. يقول ارسلت بحث وياخذ الشهاده غير مزوره من حيث ان ختم هذا المكتب حقيقي، ترى جامعه كولومبوس طاع الورقه، ها، ولا وتلاقي نفس الختم يختمها حق الجامعه ويختمها حق هيئه الاعتماد نفس الختم، شيء يضحك يعني، ويرسل هذه الشهادة للي بالكويت. طبعا قبل لا تصل الكويت تروح حق المكتب اللي عطاه اياه بالامارات، بعدين يعتمد على المكتب بالسعودية اللي السعودية، طبعا السعودية الحقيقة احنا نشكرهم كان تحركهم اكثر قوة من وزارة التعليم الحالية، عندهم قوائم الجامعات الوهمية تصل الى 1700 يمكن، ها، بالسعودية تم اغلاقها وطلعت قائمة الشهادات الجامعات الوهمية، واحنا الحقيقة تكلمنا بالسابق التعليم العالي يا جماعه طلعوا قوائم الجامعات الوهميه، قال لا انت جيب لنا الجامعه واحنا نقول لك هذه معادله غير معادله، لان هناك في فراغ تشريعي. نعم. لا يغطي هذا، لازم تطلع قوائم، فلم فعندك هذه يعني هذه القوائم يعني هذه الشهادات، هذه انواع الشهادات، ها. نعم. الحين ليش ما نقول الحراك كلمه تخرع، ليش الحركه هذه وال يعني ردود الافعال؟ لان الحق الناس حسوا بالظلم، يعني الحين صار الطالب اللي قاعد المعلم قدام مزور شهادته. بس استاذ بدر، الظلم موجود من زمان وكنا نتكلم فيه كل سنه بشكل جديد وبصوره جديده، احنا التعليم في فساد واضح واحنا قاعدين نشوفه وعلى مرأى الجميع، المشكله ان ليش الحين صارت هذه الظاهره؟ علامات الاستفهام الكبيره حول هذا الموضوع، والتوقيت الزمني يخلي الواحد يسال، ما انت عارف من المشكله منذ زمن طويل وانت شايف هذه المشكله وحاس فيها والجميع يعرف. خلينا نكون واقعيين، نعرف أن هناك من زور الشهادات من سووا موجة جامعات الفلبين وغيرها، وإحنا عارفين والهند وغيرها من الدول اللي مشكوك فيها ومشكوك في من درس في هذه الجامعات وحصل على شهادات، فإحنا عارفين المشكلة أنها من زمان. المسألة اللي تخلي الواحد يسأل أستاذ هاشم هو ليش الحين صارت هذه الظاهرة؟ هو عدم وجود تشريعات. المشكلة اللي عندنا أعضاء مجلس الأمة من سنة
67 وهم ينادون في عمليات التزوير 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 التزوير. صحيح. وكل مجلس يأتي من خلال اللجنة التعليمية تبحث في موضوع الشهادات ويقوم اللجان وهناك اجتماعات، ولكن لفترة بسيطة تختفي هذه الظاهرة. صحيح. ثم تعال مرة ثانية وتختفي هذه الظاهرة. صحيح. أنا أقدر أقول لك المشكلة هذه الضغوط والتدخلات النيابية لها أثر. لما تدخل الضغوط النيابية في عملية السماح للطلبة في الدراسة في أكس من الجامعات للتكسب الانتخابي، طبعا لما يكون عنده 1000 1500 2000 في دائرته يحميهم فهذا مكسب لل... فترى بعض النواب أمام الإعلام يقرر بأنه ضد التزوير وضد وضد وضد، ولكن يواجه من ناحية أخرى ضغط على الوزير بقبول هؤلاء الطلبة. جامعة بنها في مصر 4000 طالب، ومع الأسف الشديد الآن طلعت قائمة الابتعاث لحوالي 800 طالب للجامعات الهشة. ابتعاث من التعليم العالي. التعليم العالي نعم. يعني التعليم العالي هو قاعد يتكفل بكافة الرسوم لهذا الطالب عشان يروح هذه الجامعة. نعم نعم نعم. طيب أين قرار أو التوصية التي قامت بها مجلس الجهاز الوطني فاختصر خلال الزيارات الميدانية فاختصرت على 5 جامعات؟ نعم. في مصر. إذا حبيتي من أذكرهم أذكرهم حقك يعني. لا ما نبي ندخل بأسامي الجامعات. وكذلك وكذلك في الأردن هناك 3 جامعات. إذن هل هي وهمية هذه الجامعات؟ لا 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 هي هشة لا لا هي حقيقية؟ لا جامعات اللي هو تم اعتماد الدراسة بيها. ممتاز. إذا تبي أذكر أساميهم أذكرش أسامي. لا من غير أسامي. أوكي. في الأردن كذلك 3 جامعات رفعوا التقرير إلى وزير التعليم العالي آنذاك محمد الفارس ما وقع القرار. ليش ما أدري. الآن القرار لدى وزير التربية والتعليم العالي دكتور حامد العازمي الآن أمامه موجود، فإحنا نتمنى أن يقوم بالتوقيع على هذا القرار لأن هذا القرار مصيري. طبعا هناك يعني من تكسب من وراء عدم التوقيع على هذا القرار. يعني هناك أشخاص معينين على ما أعتقد أنه وراء ضغوط حول عدم التوقيع على هذا القرار، وأتمنى في أسرع ما يمكن بأن يقوم وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي بالموافقة والتوقيع على هذا القرار. نتمنى هذا الشيء لأن احنا ملينا من القضايا اللي تطرح وتعلق من غير أي ردة فعل، يأججون الموضوع في المجتمع والواحد يحتر قلبه على هذه القضايا وبعدها ما نشوف أي نتيجة. نتمنى فعلا أن بس هو تكون بس هناك تعليقا على سؤالك. تفضل. أنت قلت ليش هالوقت بالذات؟ لأن انكشفت فضيحة أول مرة تنكشف. إيه؟ اللي هو نظام العمل في وزارة التعليم العالي مترهل. شخص واحد قدر على مدى سنوات أن يقوم بمعادلة شهادات من غير علم الجهاز الإداري. نعم. هذا معناته فشل منظومة التعليم، فشل منظومة التعليم. يعني قبلك واحد يجيب شهادة مزورة ويأخذها، لكن شهادة تصدر عن الدولة، تخيلي ها، هذه كارثة. طبعاً. يعني وزارة التعليم العالي قاعدة تنشر التعليم الوهمي والمزور، هذه كارثة أكبر. لذلك نحن نناشد أن المخطئ ليس هذا الشخص، ترى المسؤولين والقياديين إلى الوزير أمام مسؤولية سياسية. طبعا هناك وزراء استقالوا، عاد الصبيح استقال في 2002 علشان تسرب غاز، معصوم مبارك على حريق في مجلس 96 انحل
المجلس على خطأ مطبعي بالقرآن. هناك مسؤولية سياسية يجب أن يتحمل الوزير، هناك مسؤولية مهنية يجب أن يتحملها الوكيل المساعد، هناك أن يتحمل المدير. علشان كذي هي كارثة. نعم. علشان كذي الكل ارتجف. ترى الحين حجم الناس الأعداد اللي قاعد تلقي حرف الدال ترى كثيرة، وإحنا جايين ترى أنا يعني قرار من وزارة الأوقاف، أحد الناس اللي كنا ننذر الوزير إن هذا شهادته مزورة، تخيلي يشيل من حرف الدال ويخليه، كارثة. هناك ذي فراغ تشريعي غير 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 قادر على التعامل على هالمشكلة هذه. نعم، احنا ما ذبحنا غير حرف الدال هذا اللي قبل الاسم. بالضبط. نعم. لو مو معطينا قيمة بهذا الحجم. نعم. وما كان بس للكشخة كان ما وصلنا احنا الى هذه المرحلة. احنا مستمرين في الحوار معاكم اكيد، لكن مشاهدينا خلونا نروح الفاصل ورادين. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل الحديث أكثر حول هذا الموضوع. معنا عبر الهاتف النائب صفاء الهاشم عضو مجلس الأمة. أهلا وسهلا فيكم عبد العزيز. يا هلا فيك سميرة، شلونك؟ حياك الله. معك دانا. دانا حياك الله، يا هلا مرحبا. أستاذة صفاء، يعني منذ سنوات طويلة وقضية الشهادات المزورة تطفو على السطح بين فترة وأخرى، شنو هي الأسباب الواضحة من وجهة نظرك؟ يعني إذا ببدي بقول لك إن إحنا عندنا في الكويت ملفات متخمة. نعم. من زمان كأنها غار مقيت مليء بخراب ما حد راضي ينفشه. مثل ملف حيازات زراعية، ملف تسمم الأغذية الفاسدة، الحين طبعاً موضوع الشهادات المزورة اللي قاعد نتكلم فيه. لآن الأوان أن يكون هناك وقت كامل لمثل هذه المشكلة، لأن احنا نتكلم عن ثقافة مجتمع وتغيير جيل، فكر جيل كامل. صحيح. فهالمرة أنا كل ثقة بإذن الله إن شاء الله إنه يكون هناك وقت كامل لهالمشكلة من ناحية الأصل للمشكلة من وين هي. نعم. هل كان الأصل المشكلة من قبل ناس ضعفت نفوسها وسخرت عملها لاستلام مبالغ مقابل تزوير الشهادات، ولا الشخص الضعيف النفس اللي سعى انه يحصل على شهادة وهو قاعد مكانه وبخس حق من عمل وجد واجتهد وسافر وتغرب؟ نعم. في فرق بين الاثنين، ما بين الشهادات الوهمية لجامعات ليس لها وجود اصلا، وفي فرق مع الشهادات المزورة، يعني الشهادات المزورة من جامعات معترف فيها بالكويت. نعم. او بالتعليم العالي، لكن عندما تم السؤال عن هؤلاء الأشخاص قالت الجامعة هذولا ما أعرفهم، ما داوموا عندي. فمعناته شو اللي صار؟ مدخل البيانات هذا معناته كان يدخل بيانات شخص، الحين أنت تخرجتي وعطوا شهادة معادلة ورحت اشتغلتي دكتورة في الصحة أو أي مكان، أي أنا وأدفع هذه المبالغ ويدخل لي نفس البيانات ويطلع لي شهادتك اللي طلعوها لك بدل اسمك يطلع اسمي. صحيح. فهني هذا الأخطر. في جامعات في أمريكا العنوان مالها عنوان شقة. إنزين، هذا الحكي إحنا من 2016. اليوم الوزير في اجتماعنا اللي في اللجنة التعليمية واللي دمجنا في اجتماع لجنة الإحلال وتكويت الوظائف مع اللجنة التعليمية، لأن هذا بند طارئ وانفتح جديد. نعم. قلنا تعالوا قولوا لنا هل تمت لحالات النيابة؟ قال الوزير إيه، عندنا في 2015 17 حالة تمت إحالتهم للنيابة، في 2016 26 حالة تمت إحالتهم للنيابة، هناك إدانات وفي ناس أصلاً في السجن موجودين حالياً، 259 موجودين على رأس عملهم ورسمياً طالعين إجازات دراسية. هذا الأمر لازم يوقف. الإيفاد إلى مصر وجامعات مصر اللي موجودة اللي استرخصت بالشهادات اللي تعطيها بنظام التزوير، هذا الشخص اللي تم القبض عليه مفروحة، هذا من المؤكد هناك من يساعد في الناحية الثانية. نعم. فلازم أوقف موضوع الإجازات الدراسية اللي قاعد يروحون وموجودين على رأس عملهم. اليوم جريدة أعتقد انشرت جدول كامل لكل وزارات الدولة والهيئات الناس اللي ما زالت على رأس عملها وطالعين إجازات دراسية، من أكبر الوزارات وزارة الإعلام
وزارة صحة، وزارة دفاع، وزارة داخلية، للأسف أمر مهم. طيب أم عبد العزيز، يعني شنو هي الخطورة اللي إحنا قاعد نواجهها الحين واللي تمثلها هذه القضية تحديدا؟ الخطورة إنه عمق مجتمعي ثقافي ممتد واصل إلى مستوى وزراء سابقين ونواب سابقين ومستشارين حاليين في دواوين رسمية في أجهزة رسمية. أنا حين أنا سؤالي بتحوشونهم بتنادونهم؟ لأن المواطن يبي يعرف من هو يدور ومستمر ياخذ القرارات من نيابة عنهم، وهو شخص استسهل فكرة انه يدفع فلوس مقابل تزوير، شلون اثق فيه هذا؟ استلم اموال على مدى سنوات طويلة، خلي المخصصات، استفعلت من المنصب، لان اللي نفسه ضعيفة وزور شهادة عادي عنده اكيد باب في مناقصات طبعاً. دخل في تزويات، فبالتالي هذا اللي على المدى تكشفونه منه ولا بتصير سالفة بس تمر وبعدين تاخذ لها كم يوم بفورتها وبعدين تطمطم؟ ما نبي كذي. صحيح. نبي المواطن يعرف لما تجين الحديدة وهي حامية أختي الكريمة، خلاص تدرين مرض تطبيق لقانون يخاف أي واحد يفكر في التزوير مستقبلا. صحيح. وهذا اللي احنا نطالب فيه، هذا اللي أنا شخصيا ما زلت أقوله بح صوتي، طق المربوط يخاف المفتلت، حاسب هيئة الفساد موجودة حاسبي. نعم. دخلوهم أشهروا أسماءهم، لا صدر عليه الحكم ينشهر، ليش الساعة يخاف ألف واحد يفكر؟ إحنا مجتمع شاب وصغير، 67% من عدد سكان الكويت أعمار أقل من 30 سنة. فبالتالي أي رسالة أنت توصلينها لما الحكومة أو أنت يا حكومة ما تكونين جادة في حل مشكلات عميقة جذرية في المجتمع الكويتي أهمها في ثقافته؟ إذا ما حليتيها الحين، أي رسالة توصلونها للأجيال القادمة، المجتمع الشاب هذا، أي نوع من أنواع التغيير في المجتمع القادم أو خلق جيل جديد قادم تزرع فيه أن قوة القانون إلا المهمة؟ هذا وقت عشان كذي اليوم الرسالة كانت قوية وواضحة وصريحة لوزير التربية والتعليم العالي. طبعاً. إذا ما استمريت على نفس قوتك وتضرب بيد من حديد على كل هالمزورين، ترى لا طبنا ولا غدا الشر. صحيح، يعني أن تطرح المشكلة وأن تعلق بعد ذلك هني المصيبة الأكبر. أم عبد العزيز، البعض علق بأن الخطورة الأكثر تكمن في الاعتمادات والمصادقة على تلك الشهادات، فشنو تعليقك على هذا الموضوع؟ ما هذا اللي قاعد أقول لأختي الكريمة، هذا اللي قبضوا عليها الوافد حسبي الله عليه. شنو كانت مهمتها؟ مهمتها إدخال البيانات في التزوير. صحيح. مهمتها كانت إنه يتقاضى مبالغ مقابل هالشيء، نفس لما أنا حذرت من خطورة وجود الوافدين في وزارات حساسة، الداخلية، الدفاع، الحين اللي يرجعون في إدارة الجنسية والجوازات مو يلاقون وافدين موجودين وراء الكمبيوترات؟ ما يصير. أجهزة الدولة الحساسة ما يمسكها إلا أبناء بلدها، هذا شيء. شيء ثاني، إدارة المعادلات في التعليم العالي ما لازم يكون فيها الوافدين. ليش؟ لأن المكاتب الثقافية اللي هناك ما في الكويتيين، رئيس المكتب كويتي، ملحق ثقافي كويتي، بس باقي التعيينات كلها تعيينات محلية هناك. أنا متأكدة هي عصابة، ومثل البطاطا وين ما بتحفرين تلاقين جذر. فبالتالي شو اللي صار؟ هذا مو بروحه يشتغل، هذا يتعاون مع هناك اللي مكاتب العمادات ومكاتب التسجيل والقبول ومكتب الثقافي وغيره. لكن هي تحية للصراحة لرئيس المكتب الثقافي، ما زال صامد ومصر أن تنحل القضية. أصلا أنا لو من القيادات في مصر لازم أحل هالمشكلة. نعم. وقطع دابر هالأشكال، لأن سمعة مصر الثقافية والعلمية على المحك. الجامعات اللي عندهم اللي وصلنا فيها هذا الرقم من مهندسين ومن أي مهن أخرى أو أي شهادات أخرى كلها وصلت من هناك، حتى أمريكا، أنا ما قاعد أقول بس مصر، بعد من جميع الدول. أم عبد العزيز، في دول ما كنا نتخيل أن قد نقدر إحنا نروح ندرس فيها، فما بالك فهي دول عديدة. في أمريكا في جامعات، أعطيت في جامعة مثل كليرمونت غير معترف فيها. ليش؟ دخلي على ويكيبيديا ولا دخلي على جوجل، ولا نص الجامعات لاتين أدرس مكتوب ريزيدنشال أدرس، يعني عنوانها سكني، شقة. نعم.
أم عبد العزيز رسالتك، رسالتك اللي حابة توصلينها نبي. رسالتي كما هي مثل ما قلتها، أنا صوت لمواطن كويتي. المواطن الكويتي يا حكومة تعب من إثارة مشاكل دون أن يرى أن هناك تطبيق لقانون وحل المشكلة الجذرية. نفس الأغذية الفاسدة، نفس الحيازات الزراعية واللعب اللي صار في أراضي أملاك الدولة، نفس توزيع الشاليهات اللي راح حق ناس وناس لمن حرم المواطن الكويتي من البحر والسباحة. نفس المشكلة الحين في شهادات التزوير، على الأقل في يوم من الأيام اثبتوا لنا أن هناك جدية في حل أي مشكلة مثل هذه. فبالتالي لما يشوف أن لا في محاسبة وفي ناس تحاسبت وفي ناس اتخلط اشترت عليها حكام وتخلط سجن، بيكسع خلاص يبدون يقولون إيه في تطبيق للقانون. لكن طول ما القضية تنثار وعقب يومين ثلاثة تموت بعدين يجينا قضية جديدة وبس هي حالتنا. لكن إذا صار هناك حل وإذا صار في محاسبة وإذا صار في تطبيق للقانون، فكيني لما نكون كدولة قانون يتم التطبيق فيها بقسوة، والله أول الفرحانين المواطن الكويتي لأنه يحسنا بأمان وأنه حتى يوصل له. يعز علي إلى اليوم، إلى اليوم وإحنا ب 2018 أن يدق علي أم أو يدق علي ولي أمر ترى بنتي صار لها 3 سنين ما حصلت وظيفة إلى الآن، بينما ألاقي في مزور أو مزورة قاعدين مكان هذا الشخص اللي ما تعين للحين. وهذا الحرام، هذا المزور هي بواسطة. وشي تعب، وشي تعب النفس أكيد أكيد. احنا نتمنى ان يتم تطبيق القانون والحل الجذري لهذه المشكله لا تظل معلقه كما حال القضايا السابقه. كل شكر لك النائب صفاء الهاشم عضو مجلس الامه على هذه المداخله. شكرا لك ام عبد العزيز. شكرا شكرا الله يحفظك. اتوقع سمعنا كلام استاذه صفاء وقد يكون من اجمل ما احبه بام عبد العزيز هو ان كلامها واضح وسيده ما تجامل فيه، لكن فعلا ان يتم تطبيق القانون ووجوب تطبيق القانون على من زور وان توضع قوانين صارمه، اتوقع هذه حل كبير من الحلول. واليوم احنا راح نتكلم عن هذه الحلول، لكن بدايه استاذ هاشم ابي اجي معك على موضوع، هل احنا امام موجه ام احنا امام ظاهره؟ الموجة كانت بالسابق ولكن الآن أمام ظاهرة. أنا بس أحب في عندي الأخ الصحفي سوى تغريدة نجم عبد الله ينادي فيها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الموقر: لا يوجد فظاعة بتاريخ الكويت أكثر من كارثة من الغزو العراقي، فقد مسح بلدنا من الخريطة وتشرد أبناءنا بعدوان خارجي. ويوازي هذا الحديث مباشرة التخريب الممنهج للنظام التعليمي لأنه قزو داخلي كارثيا ينخرط الدولة ويهدم أركانها بيد أبنائها. طبعا يعني تغريدة بصراحة يعني حركت فيني اليوم. هذه اليوم طبعا المشكلة عندنا احنا قاعد نعاقب المزورين المزورين الوهميين اصحاب الشهادات المزورين. طيب وين التشريع؟ وين اعضاء مجلس الامه؟ يعني هذا الانسان ابني حصل سهوله اني حصل على التوفل او على الايلز، يبا ابي 200 دينار ابي 150 دينار ليش ابيها؟ اعطيته 250 200 دينار راح خذ الايلز انا ما ادري عنه او خذ التوفل. ايه؟ مكاتب موجوده بالكويت. نعم. هناك حوالي 24 مكتب لبيع الشهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدبلوم والايلز والتوفل وجميع اختبارات القدرات موجوده. ادفع فلوس اخذها. اين الدوله عن هذه المكاتب؟ فقط يطلع لك وزير. لقد تم مخاطبة وزارة التجارة، لقد تم مخاطبة وزارة الإعلام، لقد تم مخاطبة الهيئة العامة للتطبيق والتدريب. طيب وبعد المخاطبة شنو؟ مكتب واحد فقط. تم اكتشاف لحظة. تم راح حق مكتب واحد لقوا عنده 280 شهادة للكويتيين. طيب من 24 مكتب. ايه يجب لا نحاسب المزور ولا نكشف عن اسمه، واحنا ما نشغل في اسمه ولا نكشف عن اسراره. احنا وراء من هم السبب وراء حصول هذا على الشهاده.
أول شيء هذا طلع كموظف، خذاها موظف يعني، شلون طلع بإجازة؟ شلون راح خذ الشهادة؟ أين رئيس المكتب الثقافي؟ أين الملحق؟ أين وزارة التربية؟ الآن قاعد يحط المشكلة على هذا المصري. المصري سوى دخل بيانات، من وقع؟ اللي وقع الاعتماد الشهادة منه؟ طيب اللي وقع الاعتماد الشهادة بس هذا توقيع المصري هذا وقع الاعتماد؟ طيب ما يكون فيها مرفقات؟ احنا عارفين أنا لما كنت أدرس الماجستير في أمريكا في 81 كان هناك ملحق ثقافي يتابعني صح كل سيماستر ويبعث حق الجهة مالتي، يعني الجامعة تبعث حق الملحق الثقافي، الملحق الثقافي يبعث حق وزارة التعليم العالي. نعم. وزارة التعليم العالي تبعث حق أنا ككلية في الهيئة العامة للتطبيق والتدريب أو بالجامعة في مباشرة. طيب الحين هيك هذا الطالب أو هذا المبتعث أو هذا الموظف يحصل على شهادة وياخذ مقابل هذه الشهادة مكافأة مؤهل، ماجستير 150، دكتوراه 250، بعدين يتطور يصير رئيس قسم، يصير مراقب، يصير مدير، يصير على بناء. طيب أين المسؤولين داخل هذه الوزارة؟ يعني هذه كلها نعاقب المزور، يطلع أعضاء مجلس أمة راح نعاقب المزور، المزور قال سهولة إني أخذها. الحرام إذا أعطيتيه المال السايب على قولة معلم السرقة. أستاذ هاشم، هو سهل علينا أن احنا نحاسب المزور، لكن صعب عليهم متعور أن احنا نحاسب المسؤول، مع أنه هو القيادي فعلا اللي سبب هذه المشكلة. طبعا أستاذ بدر، أبي أتكلم معاك حول الأوراق اللي معاك والمستندات اللي عندك، كلمنا عنها. هي طلعت الظاهرة بعد هذا اللي صار وسائل التواصل، فقلت ليش بالبداية كانوا يدافعون عن أنفسهم وخاصة الوهميين. فأنا بنوري الناس ركاكة هذه الشهادات الوهمية. مثال جامعة كولومبوس، هذه كثير من اللي عندنا هنا في الكويت عندهم، خاصة التي يدعون المشيخة. نوريكم مثلا هذه الشهادة تشبه شهاداتنا بالجامعة. هذه جامعة كولومبوس، وأن فلان فلاني حصل على الدكتوراه وحاطين المكان وهذا. تي مع هذه الشهادة، كشف درجات رسمي معادل من الجامعة. نعم. تخيل هذه بعد كولومبوس، وهذا لو الواحد يدخل داخل تشوفين أنها مرسلة حق مكتب السعودية. نعم. هذا المكتب اللي هو يدير حساب الشهادات الوهمية. ها. طبعا كله إيه. ولو تلاحظين الختم شاطر. إيه. طبعا كلهم ميزة. تلاحظين الختم هذه طبعا طالعة من كولومبوس. والختم من كولومبوس. ها. نعم. هذا شيء حلو. زين ناخذ ترجمتها عشان شوي بس تشوفين الفكاهة. إيه. هذه مترجمة. شوفي الختم هني، هذا مال كولومبوس. نعم. وهذه مترجمة حق الرسمية، وهذا رئيس الجامعة. نعم. إنزين لما تشوفين الشهادة مرة ثانية المترجمة تلاقين ختم كولومبوس محطوط على هيئة الاعتماد. نعم. يعني ختم واحد يطق حق الجامعة، يطق حق هيئة الاعتماد، عندهم ختم يدور على كل الأوراق. للأسف يعني هذا اللي شرى الشهادة ما انتبه لها. طبعا خذ الشهادة الجامعة الوهمية المكتب في أمريكا، المكتب اللي تعامل معاه في الإمارات كشفت درجات هاي من السعودية. إنزين أنت خدتها من السعودية، ما تعلم أن السعودية، وإحنا مساعة يعني أشدنا وزارة التعليم العالي السعودي، أن لديها قائمة للإشاعات الوهمية. هذه قائمة التعليم العالي السعودية تقول كولومبوس جامعة وهمية. يعني أنت خدت جامعة ورقة من السعودية تقول أن الجامعة وهمية. للأسف أن عندنا يعني التوجه ما اتجه الى الجامعات الوهميه، وضع لها قوام عشان الناس تفهم. صح. صح. بالسعوديه لان صار هذا من هيئه التعليم السعوديه. نعم. هذه شهاده كولومبوس، شوفوا هذه احد الحاصلين عليها حرقها بالمسجد. شقها وحرقها. هذا كان في هذا من برنامج العربيه
كانت في ديسمبر 2016 جامعة كولومبس هذه التي يتشدقون فيها الحين عندنا بالكويت، ها، وطلعوا ناس قال حصلنا على الشهادة، حتى اسم الجامعة ما قالها لأنها من 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 جامعة كولومبس. فهذا نموذج الحقيقة اللي هو يعني عندنا في بالكويت والناس اللي يتشدقون بالشهادة. نعم. طيب أستاذ بدر، هل تواصلتوا مع المعنيين في التعليم العالي حول هذا الموضوع، وشنو كانت ردة الفعل؟ الحقيقة منذ زمن تواصلنا، احنا صرنا 3 سنوات من 2015 تواصلنا مع التعليم العالي، كانت لنا ملاحظات على القوائم، كان احنا ملاحظات على طريقة الاعتماد، كان الملاحظات على تكدس الطلبة. يا جماعة ما يصير في مصر تقريبا أكثر من 20,000 طالب، المتواجدين بس 500 طالب والباقي بالكويت، هذه كارثة يا جماعة، لازم يصير فيه تحرك. والموضوع احنا ذكرنا أكثر مرة في هذه المقابلة، ورحنا حق جهاز وطني الاعتماد وأصدروا كتاب ودزوه حق وزير السابق حمد الفارس لم يوقعه، والآن على مكتب الوزير لم يوقعه، لحصر هذه الجامعات في مصر وفي الأردن. نعم. في الأردن في جامعات تعد الطلبة مع السؤال مع الجواب، زين. فتواصلنا مع التعليم العالي وكلمنا، والحقيقة وصلنا إلى قناعة أنه يجب إعادة هيكلة التعليم العالي. التعليم العالي بقيادية وبجهازه غير قادر على إدارة هذه المؤسسة. وهنا اقترحنا قانون، راح نتكلم عنه إن شاء الله في سؤال قانون، إن بفصل الإدارة المعادات وتحويلها إلى الجهاز الوطني، إن الجهاز الوطني مختص في قوائم الجامعات فتكون منظومة متكاملة نبعدها عن التعليم العالي. لكن للأسف يعني كأشخاص الحقيقة نشيد فيهم، زين، التجاوب يعني 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 كان جيد، لكن كل الملاحظات احنا قلناها ويعني واطلقنا جرس الانذار ولم نجد منها يعني تجاوب. نقدر نقول كان الوضع عمك اصمخ يعني تقريبا. زين، احنا مستمرين في الحوار معاكم، لكن مشاهدينا خلينا نروح الفاصل ورادين. رجعنا لكم مشاهدينا ومستمرين مع ضيوفنا في الاستديو حول موضوع تزوير الشهادات وشهادات الوهمية وهذه المشكلة الكبيرة اللي قاعد نواجهها. أستاذ هاشم، خلنا نتكلم على التعليم الوهمي، هل التعليم الوهمي فقط يقتصر على مكاتب بيع الشهادات؟ طبعا أنا برجع لك، أول تكلمت أني أنا المشاهدين يقولون أني أنا برأ ساحة المزورين، لا أنا لا أبرأ ساحة المزورين، يجب أن ينال عقوبتهم سواء السجن أو إقصائهم عن العمل عن وظيفة أو استرجاع الأموال، هذا المفروض. أن يحق التعليم الوهمي أو التعليم الحقيقي، إحنا نواجه مشكلة في التعليم الوهمي والتعليم الحقيقي. خلنا نتكلم، أنا رحت حق الدكتور بدر عيسى، أنا ذاك وزير التربية والتعليم العالي، كان هناك عندنا 8 من أصحاب شهادات أثينا. طبعا الجامعة الأمريكية في أثينا، ماكو جامعة في أثينا. نعم. اسمها الجامعة الأمريكية، الجامعة الأمريكية مقرها ديليوير. الجامعة الأمريكية اللي في ديليوير في عندها فروع في القاهرة، في عندها فرع في الكويت، عندها فرع في الإمارات، عندها فرع في بيروت، موجود الفروع هذه. نعم. بس أما فرع أثينا أو فرع لندن غير موجودة، يعني خريجي جامعة الأمريكية في أثينا أو في لندن هذه كلها وهمية. ومع الأسف الشديد التعليم العالي في بعض خريجي هذه الشهادات تم معادلة شهاداتهم بالسابق. نعم. 2005 2004 و2006 ولا وجود لهذه الجامعة. في يعني مكتب وفيهم هذا واحد يختم، يعني اللي في أثينا واحد ويا مرته تختم الشهادة وهو يحطها الظرف. المشكلة احنا اللي دايرة جامعة أثينا من رئيس المكتب اللي في باريس، انا ذاك رئيس المكتب بباريس خاطبته وزارة التربية والتعليم العالي. نعم. التعليم العالي. نعم. قالت شوف لنا جامعة الأمريكية في أثينا شلون،
رد عليهم كتاب قال جامعة ممتازة ومعتمدة من جميع الجهات و و و و و و. طيب أنا طلعت الكتاب المبعوث من رئيس المكتب أنا ذاك إلى التعليم العالي قريته ولا شو أقول مخاطب منه مخاطب رئيس الجامعة ورئيس الجامعة قال الكلام هذا. طيب الحين أنت رئيس الجامعة يقول الكلام هذا. طيب أنت حرك البتكس اللي تحت الكرسي عشان تروح الجامعة وشوف الجامعة وشوفها موجودة عن طريق التليفون أو عن طريق تم اعتماد الجامعة وفي حوالي 540 تخرجوا من هذه الجامعة وكانوا يطالبون التعليم العالي ولله الحمد التعليم العالي لغى الاعتراف اعتمد ستة إلى الآن موجودين خمسة أو ستة الباقي لا رفعوا دعاوي إلى غاية التمييز رفض قضاياهم. أما الثمانية ذولي احنا عندنا خريجي الجامعة مبتعثي الجامعة ومبتعثي التطبيقي لا يتم اعتماد شهادات التعليم العالي المبتعثين ما يتم اعتمادهم. أنا رحت شتكيت عليهم تحقق معهم تغصي حقائق شكل لجنة تغصي حقائق تم إدارتهم وتم عمل لجنة تحقيق وتم إدارتهم. قام آخر شيء الدكتور وزير التربية والتعليم العالي أنا ذاك محمد الفارس وتم صدور قرارات بسحب الدكتوراه يعني رجعهم مؤسسة وخلاهم يدرسون بس درسون أنتم. الحين عندنا في طلبة إذا صدتي في حالة القش عندنا ينحرم الطالب ينحرم نعم مع السلامة مو ينحرم ينفصل ينفصل. وهذا دكتور بس نزلت درجة مزور شهادة تزوير وهمي تنزل درجته من دكتور من أستاذ مساعد إلى مسمى القديم إذا كان مدرس مساعد أو مدرس يعني هني المشكلة إني حق كذلك التعليم الوهمي. أصحاب الشهادات الوهمية هذه شنو الطلبة يسجلوا عندهم في القاعة 70-80 طالب لأن الإيس عنده سهلة ما في محاسبة لا عن طريق رئيس القسم ولا عن طريق مساعد العبيد ولا ليش عطيته إيه ليش السكشن كله إيه ما في مسألة. هذا يعني لا انتظام بالدوام بالعمل لا طبعا بعضهم يسافرون يعني الآن في الصيف التعليم في الكلية أحد الكليات عندنا كلية التربية الأساسية واحد راح سافر وعنده صيفي وراح سافر خلي طلبته سافر لا وحط صورته بالجريدة انه مسافر. طيب انت تحط صورتك بالجريدة وين المسؤول وين المسؤول هذه المشكلة يا جماعة لا لا الحمد لله الموضوع شوي لا لا الحمد لله الدكتور علي المضف مدير عام الهيئة اتخذ الإجراءات اللازمة حول ذلك لا بصراحة بيض الله وجه هذا الإنسان مدير عام الهيئة الدكتور علي المضف بعد الحقبة السابقة البائدة الإدارة السابقة يا في عملية الإصلاح الآن في عنده تغيير اللوائح ممتاز يعني بدأ يعني الآن الشكاوى وال التظلمات اللي كانت موجودة بالأدراج كلها طلعت وتم بحثه يعني بصراحة يعني هذا الإنسان جاي للتطوير ممتاز يعني أنا الله يكثر من أمثاله يعني والله وإن فيه سعر إن يسحبون منه الشهادة ويرد ماجستير ويرد يدرس والطالب يشوفه إنه هو مزور لشهادته فراح يقول ليش أنا أتعب خلاص أروح أزور شهادتي. أهم إشادة للدكتور حامد العازمي في مجلس الإدارة الأخير تم تشكيل لجنة تحقيق أخرى ثانية في الثمانية كإداريا هم حقوا معهم عادي الحين صار إداريا ويمكن يطلعون فيهم فصل من الوظيفة. نتمنى هذا الشيء علشان ما كل مزور يطلع منها ولا وكأنه ما سوى جريمة. أستاذ بدر أبي أتكلم عن الجانب القانوني كيف تعامل القانون مع الحاصلين على المكافآت والترقيات اللي هي من غير وجه حق. احنا طبعا نتكلم اول شيء على الجانب القانوني ما يتعلق بالتشريع والقوانين. نعم طبعا احنا بالجامعه الكويتيه لجوده التعليم في 2016 اصدرنا مشروع قانون. احنا لقينا هناك فراغ تشريعي القانون
قد يجرم الشهادة المزورة كونها كمستند مزور، وهذا نعم. قانون قديم يمكن بالربيات. لكن إني حق موضوع الشهادات الوهمية أوكي، أو الشهادة الغير معادلة، شفنا هناك فراغ تشريعي. يعني تخيلي إحنا دورنا كجمعية نراقب ونتابع ونحارب الشهادات الوهمية والمزورة، ونطيح على موظف شهادته وهمية. طبعا لازم نروح ننذر الوزير، وهي سويناها وايد، ننذر الوزير انه والله الفلان الفاني بهالمكان هذا شهادته وهميه ويجب ان تشيله من منصبه. ونفاجئ، وهي صارت اكثر من مره، وصارت اليوم وانا يعني 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 واتساب في انه واحد شاله منه حرف الدوله. تخيلي الوزير يشيل منه حرف الدوله ويخليه بمكانه، حاطه على لجنه عليا. ما ادري ليش عبالهم هي بس المساله بحرف الدال، ترى ما هي المساله بحرف الدال. هذا ارتكب جريمه تزوير، هذا مجرم. هذا يجب ان يفصل من العمل طبعا. فشفنا هناك فراغ تشريعي في هذا الجانب. زائد شفنا ان التعليم العالي غير قادر على اداره التعليم العالي، فقلنا نفصل اداره المعادلات ونضمها الى الجهاز الوطني. فطلعنا قانون تقريبا 13 ماده اسمه قانون تجريم استخدام الشهادة الغير معادلة. نعم. باختصار الحين قد نكون احنا نقعد في برنامج ويقول انا دكتور، الناس وخاصة رجال الدين اللي قعدوا عن نفسهم وغيرهم يقول انا ما استفدت. بالكويت هاي تعتبر وجاهة. تعتبر وجاهة اجتماعية، يعني يعني قد الانسان حتى يتقدم الى 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 بيت ويخطب بنته ويتزوجها على انه دكتور. وقصدي انا ما استفدت من يعني من انا اخذت دكتوره حق نفسي انا يعني. نعم. يعني يعني انا فكيف ما استفدت؟ انت كتبك فيها دكتور، ها؟ تعينت في لجان شرعيه وفي لجان استشاريه وفي لجان انك دكتور. انك دكتور، ها؟ فشفنا هناك في فراغ تشريعي، يعني علشان اذا على ما نلاقي واحد، على ما ننظر الوزير ننظر الوزير 60 يوم لازم ننطر، بعد 60 يوم نرفع قضية، نقعد سنتين بالمحاكم. ها شو هذا أصلاً؟ اللجنة اللي طالعة انتهت وصارت لجنة ثانية. فاقترحنا مشروع قانون أن نجرم استخدام الشهادة الغير معادلة، الغير معادلة سواء كانت مزورة وهمية أي شهادة غير معادلة من الدولة جريمة. تقدمها كموظف لمكان تشتغل فيه جريمة، القيادي الموظف الحكومي يستلمها جريمة، تطلع فيها في جهاز إعلامي جريمة، يكون يحصلنا المجتمع. قدمنا مشروع القانون وطبعنا له، قدمنا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في 2016، وعد أن يطلع فيه مرسوم، لكن صارت يعني ما أدري ليش توقف المرسوم. قدمنا لأعضاء مجلس الأمة في المجلس المبطل للأسف، وأبطل المجلس، تبنوا 5 نواب، ورحنا حق المجلس اللي وراه وتم حل المجلس. يعني قعدنا نتابع هذا الموضوع، والان يعني احنا قاعد نطرحه مره ثانيه ان شاء الله، وراح نتقدم فيه لي يعني لمجلس الوزراء ونتقدم فيه لاعضاء مجلس الامه، باعتقادنا ان بصدور هذا النوع من القانون راح يحصن المجتمع من الشهادات الوهميه والمزوره، وبالتحديد يفصل اداره المعادلات. لان في آخر مادة بالقانون قلنا إنشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي. يا جماعة احنا أنا قلت لك احنا جايين حاطين خبر على هيئة الغذاء والتغذية. يعني يا جماعة أعتقد في عندنا أمور أكثر أهمية، الغذاء وزارة التجارة التابعة وغيرها يعني. فأعتقد إنشاء هيئة، وأعتقد يعني الحين نقول الكل يتخوف من إنشاء هيئة، لا الحكومات والهيئات. يا جماعة ترى إنشاءها سهل سهل، عندنا الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، هذا يحول إلى هيئة تفصل إدارة المعادلات وتحول إلى هذه الهيئة، وبتكون حصلنا التعليم العالي والاعتماد في هيئة همها ومهمتها قائمة الجامعات والمعادلة. وكمان ضفنا لها ذراع تفتيش، وهذا نأمل أن يتم إقراره، لأن للأسف ترى إحنا متخيمين بالقوانين. وأكو عرض يطلع الجامعة أو التطبيق يبون دكتور ماجستير دكتورة بكالوريوس نفس التخصص، جيد جدا، عنده أبحاث، واللي تعين مقبول. تخيلي الإعلان غير والتعيين غير. فوجود هيئة من هالنوع، هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، لها صلاحية اطلاع على كل القرارات، لها صلاحية رئيسة يرفع التلفون على الوزير
كيف تم التعيين بهذا الشكل والإعلان مختلف؟ كيف عينت واحد في الوزارة وشهادته؟ فإنشاء هيئة من النوع راح يحصل المجتمع، ونأمل أن يتم إقرار هذا القانون. نتمنى هذا الشيء. أستاذ هاشم، هذا بناء على هذه الحلول التي طرحت من أستاذ بدر، هي حلول مستقبلية جميلة إن طبقت، لكن كحل سريع الآن شنو الإجراءات التي يجب أن يتخذونها الجهات المعنية؟ طبعا احنا تكلمنا عن موضوع الجهات اللي موجودة عندنا بالدولة. أول شيء تطبيق القانون اللي قال عنه سبدر، ويكون بصفة الاستعجال، يعني ياخذ سواء هذا كقانون تقدم الحكومة أو كمرسوم، كمرسوم أو من مجلس الأمة. بس مجلس الأمة حملها طويلة صراحة، يعني قالوا يعني بعضهم قال احنا راح نتبنى هذا المشروع كأنه طلب من عندنا. قلت له يبا كأنه مو طلب من الجمعيه، كأنه طلب من عندكم عادي، كل واحد احنا نبي العلم، نبي طبعا. يعني فالمشكله اللي دايره الان احنا مو قادرين وين في الخلل موجود. هل الخلل موجود في السلطه التشريعيه، في السلطه التنفيذيه، في المؤسسات، يعني قصدي المؤسسات التعليمية؟ يعني احنا مشكلتنا اول شيء نبي ننقي المؤسسات التعليمية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم والتدريب، والجامعات الخاصة. مشكلتنا طبعا بالجامعات الخاصة، الجامعة هذه يبي لها حلقة خاصة عن الجامعات الخاصة. يعني وما ادراك ما الجامعات الخاصة. بعض الجامعات طبعا، انا ما اتكلم عن كل الجامعات اللي موجودة، لا، أنا أتكلم عن بعض الجامعات اللي موجودة. قضية الشهادات بعد إنشاء الجمعية الكويتية لجودة التعليم، والبيانات والتصاريح اللي صار لها تقريبا الآن حوالي 3 سنوات لم تتوقف. بالأول كانت تتوقف موجة تطلع تموت، الحين 3 سنوات ما ماتت القضية. المشكلة حلها جدا بسيط، يعني تبين حلول موجودة. انت عندك الان خريجين، حتى انا ما اتكلم عن الدول العربية، جميع دول العالم، جميع الدول المبتعثين. نعم. احنا في عندنا شيء اسمه الاختبارات المهنية، مو عندنا، هاي موجودة في الدول برا، الدول نعم، الدول الخارجية. نعم. تعال انا قبل اوظفك اسوي لك اختبار مهني، هندسة، بالطب، بالإدارة، بالقانون، أسوي لي اختبارات مهنية. إذا عديت هذا الاختبار أعطيتك شهادة أنك أنت تستحق التوظيف. نعم. طبعا إحنا وهذا كنا قالوا طيب أنت فكرتكم الموضوع هذا من يقوم فيه؟ إحنا اقترحنا أن الجهاز الوطني الإلكتروني هو اللي تقوم فيه وتزود ديوان الخدمة المدنية ب الناس اللي اجتازوا اختبارات. هذا الحل قد يكون هو الحل الأمثل في ظل الظروف اللي قاعدين نعيشها الحين. مع الحلول اللي قالها أستاذ بدر، لو طبقت فإحنا راح نتأمل خير في مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة. كل اللي قاعد يصير الحين هو لبناء هذا المستقبل. أنا صراحة أنا بس بتكلم على عجالة أستاذي، لأن داخل من الوقت. تفضل. النائب السابق فيصل الشايع، نعم، يعني هو لو شفتيه في اي مكان في تصاريحه او في مجلس الامه كان الاسئله مالته تطرح وبناء على حرقه على هذه البلد، ولكن ما في جواب. يعني ما في، يعطي اسئله بعد سنتين، اعطى سؤال في 2014 يا له الاجابه في 2016. يعني وجد ان هناك حوالي 5000 كم تقريبا 5768 من حصلوا على شهادات الماجستير والدكتوراه ومع راس عملهم من غير اجازات دراسيه. مصيبه هذه. طيب شو خذوها؟ ايه؟ هذا شلون راح؟ هذا شو يعني؟ ف المشكله يعني
لن تحل في يوم وليلة. حرقة القلب هذه اللي نتكلم عنها هي موجودة في كل مواطن كويتي، ولو ما حرقة القلب هذه على هذا الموضوع تحديدا كان ما قعدنا احنا اليوم في هذه المقابلة. فعلا نتمنى ان هو يتم الحل الجذري لهذه المشكلة وانهائها واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من هو كان مسؤول، سواء كان المزور او القيادي اللي وافق على هذا الامر والجهات المعنية كافة. كل الشكر لكم على تواجدكم معي، الاستاذ بدر البحر رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم، والاستاذ هاشم رفعي امين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم، شكرا لتواجدكم معنا. شكرا لكم مشاهدينا، احنا مستمرين معكم وفي هذا الموضوع تحديدا وفي حلقتنا الخاصة اللي تتعلق بالشهادات المزورة والوهمية، لكن من بعد هذا الفاصل. لازلنا مستمرين معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الخاصة عن ملف الشهادات المزورة، ونرحب بضيوفنا اللي انضموا لنا، الدكتور عبد الواحد الخلفان عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والمحامية هيا الشلاحي، حياكم الله ونورتونا. الله يحييك. مستعدين حق حوارنا؟ حياك. أتوقع عندكم حكي وايد حول هذا الموضوع، وجميع المجتمع الكويتي حابين أنهم يسمعون الرأي القانوني والرأي الأكاديمي في هذا الموضوع أكيد، لكن قبل أن نبلش في حوارنا خلونا مشاهدينا نشوف هذا الفيديو ورادين. الشهادات اللي أخذهم بعد مسكين، هاي دكتوراه في علم النفس، عجيب، هاي دكتوراه في عيون اليريور، هو ايه الثروة السمكية اللي يسمونها هذه، عارفين والله، هاي دكتوراه في اكتشاف آبار النفط، ما شاء الله عليه، وهاي الدكتوراه الوحيدة اللي بدع فيها، أكثر دكتوراتي. هذه كيف مدى تأثير الكركم على العقل البشري؟ عجيب. إيه. لا شيء يعني الولد فلت الله يطول عمره. ما شاء الله عليه، لا إله إلا الله. لا من صعب اللي بتأخذ والله. يا كثر شهاداته، يا كثرها ما شاء الله عليه. لا تفضلي، هذا كشف وحساباته في البنوك. وما كل هذيل؟ إيه نعم، 37 بنك. ما شاء الله، لا إله إلا الله، عساني ما انظلى بس. استشهدنا اليوم في هذه المقاطع من هذه المسلسلات تحديدا لأن أولا توقيت هذه المسلسلات قديمة جدا، ووجود هذه المشكلة من ذاك الزمان هو اللي خلينا نسأل ونطرح هذا السؤال اليوم ونحط علامات الاستفهام وخطوط حمراء تحت الشهادات المزورة. دكتور، تعليقك على هذا الفيديو. والله وشي قاعد تضحك فعلا، مساكم الله بالخير البداية ويعطيكم العافية، وأنا أشكركم الحقيقة في البداية قناة الراية وتلفزيون الراية الحقيقة على تغطية هذا الموضوع، موضوع الشهادات اللي قاعد نشوفه، وتعليقي السريع على اللقطة هذه حقيقة بالمسلسلات اللي لو تشوفينها كل يوم تضحكين وكل يوم تتفاعلين معاها، وهي تتكلم تعكس واقع حقيقي من زمان عندنا مشكلة الحقيقة، مشكلة الشهادات المضروبة والوهمية والتزوير وملف التعليم، وهذه من القضايا هي ليست جديدة. يعني هذه القضية، قضية الأخيرة، الأزمة الأخيرة في الشهادات المزورة، أو ليكون واضح، هذه ترى مو أول حالة، سنين قبل متكلمين عن شهادات مزورة أو شهادات مضروبة، ولكن هذه أكبر حالة لحد الآن. تحريات ماشية بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي، جهات أخرى، الخدمة المدنية، والآن لا زالت التحريات ماشية، واكتشفوا بالعشرات الآن والعدد مرشح للزيادة، لكنها الأكبر. النقطة الأولى قضية ملف التعليم وقضية الشهادات قضية جدا خطيرة ومهمة، ومن سنين قاعد نتكلم عنها. يعني أنا أستذكر بس على وجه السرعة، النائب الله يذكره بالخير فيصل الشايع قبل كم سنة، من سنين يتكلم عن الموضوع وقدم أسئلة، وغيرهم من النواب قدموا أسئلة، وما تستحضرني كل الأسماء وكل، لكن الكثير
لكن الحكومة ما حقيقة وزارة التعليم العالي، وأنا قلتها على في حتى في قنوات أخرى أجنبية هذا الملف، قلت الحكومة لم تكن جادة أبدا في محاربة الشهادات المزورة والوهمية. الدليل على كلامي أن يكون موظف وافد 7 سنوات يعبث في نظام وزارة التعليم العالي ويصدر شهادات مزورة والوزارة لم تكتشف. وأود أن أوضح حقيقة، ترى حتى الحادث الأخير لم تكتشفه وزارة التعليم العالي، ما كشفت الوزارة، إنما كشفت إدارة المباحث الجنائية، وزارة الداخلية تحديدا. هذا معناته أن الوزارة تحتاج، وهذا راح أتكلم عن الموضوع، إعادة نظر في جميع إجراءاتها وغربلة هيكلها الإداري، وإعادة النظر في قضية المعادلات والطريقة والسيستم والإجراءات التي تتخذها في إصدار هذه الشهادات المعتمدة. مو معقول أن تستمر عملية مدة 7 سنوات ولا تكتشف في مؤسسة كبيرة مثل وزارة التعليم العالي. وقد تكون مكتشفة ولكن متغافلين عنها. يمكن بس خطيرة. لأن إحنا يعني قاعد إحنا نتكلم بواقعية دكتور، إحنا ما قاعد نسرح بالخيال. هي ليست مشكلة كانت غائبة عن أذهان الجميع، هي مشكلة كنا نتكلم عنها في كل سنة. صح. وأنا كمذيعة في قناة الرأي صار لي 3 سنين تكلمنا عن هذه المشكلة بمختلف جوانبها، وذكرنا أن هناك مشكلة في مسألة الشهادات، وقلنا المسؤولين يجب عليهم التركيز أكثر في أداء أعمالهم، يجب عليهم ملاحظة هذا النوع من المشاكل في مسألة الشهادات. لكن مثل ما قلتها وأقولها، عمك أصمخ، ما حد كان ملتفت لهذا الموضوع. بالضبط. السؤال هو لما ذكر الدكتور أنه تم طرح هذا الموضوع في مجلس الأمة، تم التسليط الضوء، أسئلة برلمانية والوزير وجهت. أنا عندي جيت الرأي ما نشيتها الدكتور نايف الحجرف عندما كان وزيرا في السنوات الماضية، طلع في ما نشيت قال سوف نجري وسوف نقوم وسوف، هاي كلمة سوف نسمعها للتخدير. ولم تتخذ الوزارة لهذه السنين الطويلة هذا النظام، يعني ما اتخذت إجراءات الحقيقة واضحة صارمة، عدلت أنظمتها، ولا زال مسلسل التزوير مستمر إلا أن تكتشف الحالة اليوم وبطريق الصدفة. وبطريق الصدفة، وخلي يطلع مسؤول في التعليم العالي ويقول غير هالكلام. أنا أخاف في الصدفة الحين تخلينا نكتشف وايد أشياء وبلاوي. بالضبط. ثانية. بالضبط. هذا اللي يخرع بالموضوع. أستاذة هيا، خلينا نتكلم قانونيا، شنو هو المقصود بالشهادات المزورة؟ أول شيء مساكم الله بالخير. مساكم نشكر استضافتكم في هذا البرنامج وتسليط اللي هو الضوء في ظاهرة وجريمة موجودة منذ الأزل، يعني منذ القدم، وليست جريمة جديدة. نعم. لكن بسبب الواقعة اللي حصلت اللي هي الأخيرة وتسليط اللي هو الأضواء من قبل اللي هو السوشيال ميديا والإعلام الكويتي، هنا انتبه الناس لهذه الجريمة. نعم. إنزين، قانونيا هذا المصطلح شلون ممكن ان احنا نفسره؟ اي طبعا، تزوير اللي هو الشهادات هي تعتبر من المحررات الرسمية. نعم. التي يتم اللي هو تزويرها هو تغيير للحقائق لإيهام الوزارات التي يتم تقديم هذه الشهادات فيها على اساس ان هذه الشهادة صحيحة، و تكون هذه الشهادة للأسف الشديد هي غير صحيحة، والأختام اللي موجودة على هذه الشهادة أيضا مزورة على أساس أختام دولة، ملحقية ثقافية، أمور كثيرة يتم تزويرها في هذه الشهادة حتى توهم الوزارة عند التقديم، حتى يتم اعتمادها أن هذه الشهادة صحيحة وتم اعتمادها وتصديقها من الجامعات الخارجية، وهي بالفعل تكون مضروبة. نعم. الدكتور، إحنا قاعد نتكلم في هذه المسألة وتكلمنا أن الحين إحنا وصلنا لهذه الحالة لأنها أصبحت بكميات كبيرة، أصبحت واضحة وظاهرة، خلاص الناس ما تقدر تتغافلها، أو ما خلينا نقول الجهات المعنية ما تقدر ترجع الموضوع إذا بنتكلم بصورة أو بلهجة عامية. دكتور، هل إحنا وصل يعني في كل قضية تطرح لازم إحنا نوصل إلى الحد النهائي لها علشان نقول والله هذه ظاهرة لازم إحنا نعالجها؟ ليش ما نعالجها من البداية؟ والله شوفي، أنا ليش أقول لك الحكومة تعلم يقينا
ان اكو شهادات مزوره واكو شهادات وهميه. طبعا في فرق بين الوهميه والمزوره. نعم. وراح نتكلم عنها. واكو شهادات مضروبه واكو تلاعب واكو اكو اكو كلهم يدرون من الوزير وانت نازله وكلاء ووكيل وزارته. معالي وزير التربيه الان الدكتور حامد العازمي هو كان وكيل وزاره التربيه التعليم العالي مده 3 سنوات. اكيد هو سمع، كان في قياده وزاره التعليم العالي، القيادين الاخرين في وزاره التربيه، في جهاز التربيه والتعليم، كلهم يسمعون، كلهم مو بعيدين عن المجتمع. اكو لجنه في اللجنه التعليميه مجلس الامه من 2015 ولحد اليوم وهم ينظرون الى الشهادات الوهميه. اتصلوا على اي عضو من اعضاء اللجنه التعليميه وسالوهم، دكتور خليل ابو، الدكتور عود الرويعي، كان نائب استاذ عمر طبطبائي، ما اتذكر كل الاسماء، بس كانوا مجموعه وهم يناقشون هالشيء لليوم ما طلعوا بنتائج، يعني ما طلعوا بتقارير رسميه. لكن انا ابي اوصل، الكل يعلم، الكل. اكو نظريه عند في الهند يسمون نظريه القرود الهنديه الثلاثه، لا ارى لا اسمع لا اتكلم. احنا مرات نتعامل مع المشاكل والملفات الخطيره بنظريه القرود الهنديه. مرات دكتور في يعني اغلب الاحيان، الاغلب الاحيان نعم. زين، يعني ملف تعليم بالتزوير اللي قاعد يصير. زين انا اسال سؤال، اسالوا يا حكومه يا مجلس الوزراء، اسالوا الوزراء وزراء التربيه السابقين. نعم. دكتور بدر العيسى، دكتور محمد الفارز، والدكتور نايف الحجرف قبله، ما كان عندنا ازمه شهادات الهند والفلبين والتشيك. نعم. وما ادري الدول الثانيه. ما كان عندنا جامعه في بريطانيا اسمها الجامعه الامريكيه في لندن. نعم. والجامعه الامريكيه في اثينا. عندنا مرت علينا شهادات ماجستير ودكتوراه وفلوس وتجاره وتعديل الوضع واخذ مناصب في الدوله وبرستيج اجتماعي، برستيج سوشيال، برستيج يعني. زين، والنتيجه شنو؟ النتيجه على حساب البلد، على حساب حقيقه التعليم في الكويت، على حقيقه. واليوم لما تطلع لك قنوات عالميه تتكلم عن ملف التزوير في الكويت في التعليم، معناته ان القضيه اصبحت قضيه جلوبال ايشو. لما تطلع قناه البي بي سي تتكلم، قناه الحره الامريكيه تتكلم، قناه الام بي سي تتكلم، قنوات اخرى. احنا امام حقيقه الحكومه فعلا نايمه في السنوات الماضيه. وزاره التعليم العالي انا لليوم مو مصدق كيف يمكن لموظف غير كويتي ان يكون على السيستم وزاره التعليم ويصدر شهادات لمدة سنوات طويلة وماكو أنا يعني درجات المراقبة. نعم. يعني هذه وين تصير؟ شنو نظامهم؟ شنو الإجراءات اللي قاعد تسويها الوزارة؟ شنو الخطوات الإجرائية اللي اتخذوها لمنع مثل هذه الأشياء من هالسنين الطويلة؟ يعني هذه قضية خطيرة. قلت يعني اليوم نتكلم عن مئات الشهادات ما ندري، آلاف الشهادات ما ندري، أسئلة كثيرة. اليوم شارع الكويتي قلق، صار يعني اختلط الحابل بالنابل. صح. وخصوصا قد تكون في شهادات في تخصصات، يعني كل تخصصات مهمة. صحيح. ولكن أي تخصص اليوم أنت أمام ظاهرة خطيرة. اليوم أنا مستانس أشوف في استنفار من الحكومة. اليوم كان وزير التربية في مجلس الأمة اجتمع مع اللجنة التعليمية، أكو تفاعل. بس أتمنى أن هذا يكون بس قومة كذي، قومة الخيل، وبعد شوي راح يصير طنطمة على الموضوع وتهدئة الموضوع. هذا اللي خايفين منه، وهذا اللي خايفين منه، لأن أغلب القضايا التي تطرح على المجتمع الكويتي تخلي المجتمع الكويتي يتكلم فيها لمدة أسبوع أسبوعين، يلها شوي بعدين خلاص تخمد القضية وما نشوف ولا أي نتائج حلها. ولا يتم حلها. أستاذ هيا، أبي أي عند القصور القانونية في هذا الموضوع تحديدا، هل هناك فعلا قصور قانونية؟ طبعا احنا راح نتكلم اللي هو عن القانون، لا يوجد اي قصور من القانون، بالعكس ان القانون وضع عقوبات رادعه وزاجره لاصحاب اللي هو الشهادات المزوره وجريمه تزوير، تصل عقوبتها الى 10 سنوات. يعني تبدا من 3 سنوات وهناك 7 سنوات وهناك 10 سنوات، يعني العقوبات صارمه في القانون الكويتي. لكن نحن اين نجد القصور؟ القصور ليس في القانون، ولكن القصور والعتب على وزاره اللي هو التربيه والتعليم العالي. هناك القصور اللي هو في آلية اللي هو معادلة هذه الشهادات وتصديقها. كيف يتم
أنا على سبيل المثال لو شخص قام في تصديق اللي هو شهادة مثلا ثانوية من خارج دولة الكويت في نفس اليوم يحصل على معادلة شهادة شلون؟ لما يقدم أوراقه لدى وزارة التربية في نفس اليوم متعادل شهادته، هل أنت بحثت إذا كانت هذه الشهادة صحيحة وغير صحيحة؟ يقولوا لك لا إحنا نعادلها وبعدها في أيام إحنا نرسل اللي هو خطابات ونرسل مراسلات لهذه المدارس وهذه الجامعات حتى نشوف هذه الشهادة صحيحة أو لا. نعم. لماذا نحن نجعل ضعاف النفوس يستسهلون الموضوع هذا ويقدمون شهادتهم ويقدم لهم معادلة بطبق من ذهب تقدم لهم وبعد ذلك يقولوا نحن نرسل اللي هو مراسلات وخطابات في الخارج. فأنا من وجهة نظري يعني العتب على الوزارات والمؤسسات، يعني حتى لا نرمي ذلك على القانون وعلى القضاء. قضاءنا جدا نزيه وجدا من أشد اللي هو العقوبات التي وضعها على مرتكبين هذه الجريمة. نعم. المشكلة هي بدي أضيف جزئية لما تفضلت الأستاذة المحامية. أمس يعني أتذكر مقالة جميلة كتبها الأستاذ المحامي لؤي جاسم الخرافي في جريدة القبس. نعم. عن القضية التشريعات يعني المهمة التي نحتاجها أو إذا كان هناك قصور تشريعي أو لا. تكلم عن مادة جزائية في مادة في قانون الجزاء الكويتي تكلم عن الركن المعنوي للجريمة. نعم. بقصد التزوير الركن يعني الشخص اللي يقدم على هذه الجريمة هل هو عنده نية مبيتة بعلمه بإرادته الشخصية؟ نعم. هذه يعني هم يفهمونها بلغة. نعم. القانون. نعم. وتغيير المحرر الحقائق. هذا وإلى آخره. يعني مقالة حقيقة جميلة يتكلم هو وين قاعد يتكلم عن شنو؟ مثل ما تفضل أستاذ المحامي هو ليس قصور في التشريع بقدر ما هو قصور في تقديم أركان القضية إلى القضاء. يعني القاضي بالنهاية عنده يمشي على قانون. زين يمشي على قانون. أنا مو شغل القانون ولكن اللي فهمته منه أن أنتوا إذا تقدمون إلى القضاء هؤلاء المزورين يجب أن تنتبهون إلى أركان القضية. نعم. وتقدمون أدلتكم بشكل واضح. لأن في السابق حتى لا يفلتون من العقاب حتى طبعا. لا يفلتون من العقاب بالضبط. هذه النقطة اللي هو أثاره واللي تفضلت فيها السادة أن أنتوا لما تقدمون القضية فقط تقدمونها للقضاء بدون ما تكون هناك إثباتات واقعية قانونية طبعا. يعني مدروسة قد ما يحصلون على أي عقوبة فيها ما تعتبر جريمة لأن أنتوا المشكلة فيكم في وزارة التعليم عندما تقدمون القضية. وهذه صارت أعتقد مع شهادات الفلبين عندما رفضت الوزارة راحوا لجوا إلى القضاء وخذوا الاعتراف من خلال القضاء. المشكلة هو ليس الاعتراف إنما لما قدمت الوزارة ما يعني حيثيات القضية لم تكن يعني هم لم يكن على مستوى من الأدلة والإثباتات والبراهين التي مكنت المحكمة من النظر يعني بزاوية القضاء يعني بزاوية القانون يعني. نعم. فهو نبههم في هذه القضية يعني أنتوا الآن قاعد تقدمون لازم تقدمون تدرسونها بطريقة قانونية متكاملة. صحيح. القانون واضح من هذه الناحية وأتوقع تبنى هذه الجزئية وتكلم عنها بصفة واضحة، لكن أتوقع إحنا كلنا نتفق أن هناك القصور من الجهات المعنية وهي وزارة التربية والتعليم. لا وزارة لازم نفصل وزارة التربية غير وزارة التعليم العالي. أنا أقول وزارة التربية والتعليم العالي هي مرتبطة بس هو وزارة التعليم العالي بالدرجة الأولى. نعم. لأن هي اللي تعادل الشهادات وزارة التعليم العالي إدارة المعادلات طبعا هي موجودة في التعليم العالي. نعم أنا معك في هذه النقطة دكتور. احنا مستمرين في الحوار معاكم أكيد لكن مشاهدينا خلونا نروح الفاصل ورادين. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين في حوارنا مع ضيوفنا الموجودين معنا في الاستديو. دكتور عبد الواحد احنا اتوقع تكلمنا على هذا الموضوع ووجهنا اصابع الاتهام على المتهمين الاساسيين في هذه الظاهره تحديدا. خلينا نرجع للمواطن نفسه اللي لجأ الى الشهاده المزوره.
هل نقدر نقول انه لسبب انه عشان يحصل على منصب ولا يحصل على ترقية او زيادة او بدل، وهذه الامور كلها هي اللي خلته يلجأ انه هو يروح وياخذ الشهادة المزورة؟ شوفي يعني هذه ظاهرة يجب ان ندرسها بالكويت الحقيقة. ليش الانسان يلجأ الى هذه الاساليب الملتوية والاساليب يعني الفاسدة للحصول على الشهادة؟ انا اعتقد اكو مجموعة اسباب في الدولة جعلت هذه القضايا، شجعت عليها، شجعت بعض ضعاف النفوس، مو الكل، ترى في ناس قاعد يتعبون، قاعد ياخذون شهادات من جامعات قوية وكذا وشهادات جامعات معترف فيها، ولكن البعض لجأ إلى هذه بسبب، أولاً أنت تعال على ديوان الخدمة المدنية، أنا مشكلتي الأساسية الحقيقة في ديوان الخدمة المدنية. أغلب مشاكلنا في الجهاز الإداري في الكويت في ديوان الخدمة المدنية. هذا ديوان الخدمة يطلعون يقعدون بالليل اجتماع ساعة 9 ما ساعة 8 بالليل، يحطون قهوة ويشربون ويطلعون مجموعة قرارات. هذه القرارات الحقيقة تنعكس على مثلا لما نحطوا ان اي واحد يحصل على الدكتوراه ياخذ كادر ما يقابل 250 دينار. نعم. هذا طبعا قفزة في راتب الموظف. اكيد. زين الدكتوراه مو شهادة سهلة. شهادة بحثية تحتاج معاناة، تحتاج تفرغ، تحتاج يعني. ولكن أنا وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور صبيح مخزين صرح في إحدى الصحف المحلية قبل فترة بسيطة، قال هناك الآلاف، ما أذكر الرقم، 13,000 شيء كذي، يدرسون الحين يحضرون دراسات عليا في مصر. زين أنا بفهم هذول الآلاف اللي قاعد يدرسون الآن، زين هذول كلهم يعني عندهم موافقة جهات عملهم، ما أدري. أنا صراحة أتساءل. أنا ما أدري، ما أتكلم الحين، أتكلم خلال هذه السنوات الدولة ما لاحظت هذا. ثانيا إحنا مجتمع صراحة نحب المظاهر الاجتماعية. إيه والله. زين وهذا لعب دور نفسي. إنه والله إذا حطيت دال دكتور ساك الله بالخير دكتور، ساك الله بالخير دكتور، بجواز حطوه دكتور، بالبطاقة المدنية دكتور، يمكن هذا لعب دور نفسي أيضا في هذا. هذه ما تشوفينها في الدول الثانية. نعم. الدول الثانية مواطن الدكتور شهادة بحثية، للدكتور يدرس في الجامعة ويدرس مثلاً خلينا نقول تعليم تطبيقي أو في الكليات أو في الجامعات الخاصة. يمكن فأقول لك الأثر المادي اللي كان فيها، الأثر الاجتماعي قد يكون هو يعني هو السبب الرئيسي في الاندفاع هذه نحو هذه الشهادات، ولكن على حساب التعليم. أنا الآن المواطن قد ينخدع بهذا الشيء، أنا أتكلم عن الدولة كدولة. لما الدولة تحط النظام واضح وصحيح، ليش هالقضايا ما تصير في دول الخليج مثلا ثانية؟ ليش تصير عندنا بالكويت؟ الدولة هي من تضع القانون. ديوان الخدمة المدنية لازم يكون هناك ترابط إلكتروني مع وزارة التعليم العالي، لازم يكون هناك سيستم موجود، لازم نأي على سيستم اللي عادل الشهادات، هذا سيستم خطير. لازم أكون مجموعة من الإجراءات الفنية التكنيكال قصدي التقنية، إنه مو أي واحد يدخل على السيستم، واللي يدش في مراقبة من فوق، في يعني في أنظمة كثيرة تمنع هذا التلاعب في الأنظمة. نعم. أنا أسأل وزارة التعليم العالي ما كانوا يحسون في القضية هذه خلال السنوات. ثانيا الترابط الإلكتروني مع المكاتب الثقافية، بعدين الملفات الورقيه لازم تختفي، تظهر بدالها كلها الارشيف الالكترونيه. احنا قاعد يصير تلاعب، لان في تلاعب ورقي في الاوراق. فالان يعني هناك كثير من الاشياء التي يجب ان تعيد النظر الحقيقه فيها مؤسساتنا، وتعيد النظر، لان حمايه للمجتمع وحمايه للدوله وانظمه الدوله. يعني اليوم ليش قلوبنا محروقه؟ نشوف هذه القضيه قاعده تاثر حتى على الجيل، على الشباب. احنا عندنا آلاف الشباب يدرسون في الخارج، في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في دول أخرى. هذولا لما تشوفون هم يتعبون، يعيشون الغربة ويبذلون جهود كبيرة عشان يتخرج، وآخرين قاعدين ياخذون شهادات وهمية مزورة أو وهمية أو كذا بدون أي جهد، واثنينهم يتقدمون لسوق العمل، واثنينهم يتقدمون إلى كذا. فهذه طبعا أيضا تؤثر في نفسي. أنا أتمنى الحقيقة الحكومة، يعني أنا الحمد لله قاعد أحس أن هناك تفاعل، سواء من مجلس الوزراء،
سواء من وزارة التعليم العالي حتى السيد الوزير اليوم تكلم كلام طيب لما طلع من جلسة مجلس الأمة، هناك أيضا تفاعل من رئيس مجلس الأمة سيد مرزوق الغانم. زين، أنا أتمنى يكمل هذا التفاعل، يكمل هذا التفاعل، يكون هناك تفاعل، إعادة النظر. هذه فرصة للحكومة، لأن هناك إحباط صراحة كبير طبعًا في البلد طبعًا بعد هذا الملف. أنت التعليم أهم ملف دائما وأخطر في ملف دكتور. يعني لما نقول إن الحمد لله أنا صار في تفاعل وهذا، نقول إيش عقبه؟ مش عقبه هذا التفاعل لما انطاح الفاس بالراس وشفنا المشكلة صارت عودة وصارت كبيرة الحين قمنا نتكلم فيها. هذا اللي يحزب الخاطر دكتور. أستاذة هيا، على هذا المنوان وعلى السؤال اللي سألته دكتور عبد الواحد، لما يكون في موظف يستحق ترقية ما ويا شخص وزور شهادة وأخذ الترقية منه، شنو الإجراء القانوني اللي ممكن يتخذه هذا الموظف؟ بالنسبة حق إذا كان موظف مع إقام، أنا على علم أن هذا الموظف لم يحصل على شهادة صحيحة وأن شهادته كانت مزورة، زين، فمن واجب اللي هو الموظف اللي تعب على شهادته الذي لا يقاس بهذا الموظف اللي حصل على هذه الترقية أن يقوم بتقديم شكوى جزائية ضد هذا الشخص أولا، وأيضا هناك دعوة يقوم برفعها أمام اللي هو القضاء الإداري بخصوص اللي هو إلقاء قرار اللي هو الترقية لهذا الموظف. نعم. فتكون هناك دعوتين اللي هو شكوى جزائية ودعوة إدارية أمام اللي هو المحكمة، والمحكمة سوف تقوم اللي هو في جميع اللي هو تحرياتها والتحقق إذا كان هذا الشخص فعلا قام في تزوير شهادته من خلال اللي هو المخاطبات والمراسلات من الملحقية الثقافية بالنسبة إذا كانت شهادته من خارج دولة الكويت، فمن السهل أنه يتم اللي هو اكتشافه. نعم. فيتم اللي هو الإلقاء وحصول اللي هو الموظف الذي يستحق، هو سوف يكون بمحله بموجب حكم قضائي ينصر فيه القانون. ممتاز، ما قصر القانون وما قصرت التشريعات. احنا مشكلتنا مش في القانون، هذا المشكلة. احنا نبي حل جذري. نعم. امام اللي هو الوزارات. نعم. لماذا نترك ضعاف النفوس يستسهلون حصولهم هذه الشهادة؟ صحيح. شيء حزب الخاطر، احنا لما نشوف موظف تعب على شهادته، انا العديد، انا في عندي العديد اللي هو من القضايا اللي راح نحركها بشأن هذا الشيء. يعني يقول لي استاذة انا موجود وموظف وانا ادري وعلى علم انه هو ماخذ شهادته من الخارج، ما ادري منين مطلعها، يعني بمدة سنة يحصل على بكالوريوس او ويقوم بمعادلة هذه الشهادة في دولة الكويت، انا على علم ويقين ان هذا الموظف ارتكب اللي هو جريمة تزوير في هذه الشهادة، لان ليس هناك تفرق من العمل. يعني فمن السهل على وزارة التربية والتعليم العالي اللي هو اكتشاف هذه النقاط. لماذا الوزارة تقوم بمعادلة الشهادة بطريقة سهلة تسمح لضعاف النفوس اللي هو استسهال هذه من أجل اللي هو الحصول على الترقيات وعلى العلاوات والامتيازات في هذه الوظيفة؟ صحيح. فإحنا العتب على للأسف اللي هو وزارة اللي هو التربية والتعليم العالي. نعم. نحن نريد اللي هو آلية منظمة تحفظ اللي هو حق الأشخاص اللي هو اجتهدوا وتعبوا في شهاداتهم ولا يتساوون مع الأشخاص طبعًا اللي قاموا في هذا التزوير طبعًا. فيجب وضع اللي هو آلية دقيقة وإجراءات دقيقة لمعادلة هذه الشهادة، ويجب أن يكون هناك مراسلات خارجية مرتبطة. نعم. مثل ما تفضل دكتورنا. لا يكون اللي هو المخاطبات مجرد اللي هو كتابيا. للأسف نحن نرى هناك متهمين أفلتوا من العقاب، وهناك شخص غير متهم للأسف وقع اللي هو في هذه ضحية للأسف طبعًا الشديد، بسبب عدم الربط بين آلية اللي هو الدولة والجامعات الخارجية بطريقة
منظمة تحفظ حقوق الناس. صحيح. وتعطي كل ذي حق حقه. طبعا احنا مستمرين في الحوار معاكم، عندنا أسئلة في ختام هذه الحلقة وفي هذا الموضوع اللي إن شاء الله خلاص احنا نكون وصلنا الى الحلول الجذرية لهذه القضية، ونتمنى من الجهات المختصة ان هي تتخذ الإجراء اللازم لتنفيذها. مستمرين معاكم مشاهدينا، لكن من بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل وفي ختام حلقتنا، أكيد مستمرين مع ضيوفنا الموجودين معنا في الاستديو. دكتور عبد الواحد، المشكلة اللي قاعد نتكلم عنها هل هي بالشهادات نفسها أم بالاعتمادات اللي قاعد تصير؟ في اثنينهم. أصل الشهادة مزورة أو مضروبة، يعني مزورة أن أوراق تم تزويرها، هي ليست شهادة حقيقية، هي أوراق مزورة، يدعي أن هذه الشهادة مأخوذة من الجامعة الفلانية بعد سنوات من الدراسة، وتراجع الجامعة يقول هذا الطالب ما كان مسجل ولا داوم ولا شيء، فهي شهادة مزورة كأي تزوير أي ورقة رسمية. أكو شهادات لا مضروبة، يعني نظام الانتساب القديم. يعني أنت اليوم طالب لازم يروح، حتى عندنا بالكويت جامعة الكويت بالهيئة لازم يحضر، يحضر، يداوم، يسوي واجبات، يلتزم. صح. يقدم كذا، يتفاعل، يقدم كوزات، اختبارات الى اخره، ميدتيرم، فاينل، كذا. في طالب ياخذ شهادة، هو يروح نهاية الكورس مثلا اسبوعين ويقدم اختبار، مو في كل الجامعات، بعض الجامعات. نعم. حتى في بعض الدول العربية مو كل الجامعات سيئة. ولكن اسلوب الاستسهال اللي صار في السنوات الاخيره هو هذا السيء. هذا بيجي اعاده نظر، يبي اعاده نظر. انا من البدايه قلت الان يعني رب ظاهرة النافع، الان ما يخالف ان سكتنا عن الملف التعليم في السنوات الماضيه، الان احنا وصلنا الى مرحله خطره، خطره جدا. الان الحكومه مثل كان مانشيت القفص، كفى يا حكومه مانشيت القبس. احنا اليوم امام مرحله خطره، خلاص ستوب هير، خلينا نبدا اعاده نظر. ما يصير وزاره التعليم العالي ما تعيد النظر في كل اجراءاتها، النظر في هذا، في غربله الهيكل الاداري. ليش صار عندنا شيء؟ ترى جزء من الفشل ان تعرف سبب الفشل. صح. زين، أن تدرس الفشل، الفشل هو ليس بحد ذاته، كل واحد يصاب بالفشل، ولكن أن نتعلم دروس من الفشل، من وين كانت الثغرات الموجودة؟ من أين كانت الثغرات؟ إحنا حتى في علم الجريمة الإلكترونية شركات تجيب شركات وتوظف هاكرز، بوزيتيف هاكرز، يعني يقول لك أنا عندي نظام تقني أونلاين، أبيك أنت تجيب هذول الشباب الشياطين الهاكرز اللي يقومون بدور الهاكرز اللي هو الاختراق، عشان يحاول يخترق النظام ويطلع لي العيوب. يطلع لي العيوب، وأين هي عيوب السيستم؟ إحنا محتاجين اليوم إعادة نظر في وزارة التعليم العالي، شنو النقص اللي كان عندنا في السنوات الماضية، الترابط الإلكتروني، الأرشفة الإلكترونية، إعادة نظر في إجراءاتنا التقنية. مو بس انا ادرس الملفات، هذا جزء من المسؤوليه، بس هم ايضا للمستقبل. اعاده النظر في قضيه الدراسه والتعليم، ربطها مع ديوان الخدمه المدنيه. انا اعتقد الان ما يسع المجال، ولكن انا امام الحكومه شغل كثير عشان تعيد الثقه في هذه القضيه. قضيه التعليم قضيه مهمه جدا. صح، قضيه مهمه وقضيه حساسه وخطره، وهي هي حجر الاساس للمستقبل. طبعا طبعا. استاذه هيا، شلون يتعامل القانون مع الحاصلين على خلينا نقول المكافآت والزيادات اللي خذوها وهم شهادتهم مزوره؟ طبعا هني احنا راح نكون امام اللي هو جريمه اللي هو الاستيلاء على اموال عامه اللي هي اموال الدوله. طبعا هذه الجريمه تكون مرتبطه اللي هو في جريمه التزوير، بحكم ان هذه الشهاده المزوره حصل على هذا المنصب او هذه الترقيه. نعم. وحصل على هذه الاضافه في الراتب مقابل اللي هو شهادة تم تقديمها وهي مضروبة.
فهنا يقع أمام جريمتين اللي هي جريمة اللي هو التزوير وجريمة اللي هو الاستيلاء على مال عام. وطبعا جريمة الاستيلاء على مال عام أيضا يعاقب فيها القانون عقوبات صارمة تصل إلى 3 سنوات حبس ورد جميع اللي هو المبالغ اللي تحصل عليهم من تاريخ اللي هو تقديم هذه الشهادة إلى الوقت اللي آخر ميعاد اللي هو تم العمل فيه. فالقانون يعني أنا بنظري يعني العقوبات جدا رادعة، لكن مشكلتنا اللي هو في الأساسيات داخل اللي هو الجهات والمؤسسات في الدولة. نعم. في ختام هذا اللقاء دكتور عبد الواحد، رسالتك لمن توجهها تحديدا؟ جالتي إلى الحكومة، الحكومة وعلى وجه الخصوص مجلس الوزراء. لحد الآن يعني بداية قاعد نشوف تفاعل إيجابي هناك، يعني الحمد لله حتى بالكويت الناس قاعد يشوف أن الحكومة لأول مرة قاعد تتفاعل بشكل إيجابي. ولكن أرجع وأقول يعني يجب أن يستمر هذا التفاعل من معالي وزير التعليم العالي دكتور حامد العازمي وقيادين وزارة التعليم العالي، قيادين وزارة التربية. يعني هذا ملف التعليم يجب أن يعاد النظر فيه حقيقة. دكتور حامد عنده كثير من الإجراءات أمامه، ملف كبير، مسؤولية ضخمة حقيقة، مسؤولية ضخمة بعد هذه حادثة اللي صارت في وزارة التعليم العالي. الآن يجب فعلا أن يعيد النظر. اليوم الكويت كله قاعد طالع دكتور حامد كرجل يحمل حقيبتين مهمتين لمستقبل الكويت وزارة التربية، واحنا عندنا ثقة في معالي الوزير ونشوف انسان يعني مخلص وقاعد يحاول وقاعد يشتغل، بس اليد الواحدة لا تصفر. هو لازم يكون وياه طاقم، لازم يكون معاه القياديين في الوزارتين يعيدون النظر في هذا. معالجة الملف لوحده، ملف التزوير لا يكفي، يجب النظر فيه بطريقة جذرية. بطريقة جذرية بالضبط. صحيح. استاذة هي كلمتك الأخيرة ورسالتك. طبعا أنا بالنسبة لي أنا أوجه رسالتي اللي هو لوزارات اللي هو الدولة، وزارة التربية والتعليم العالي، وأيضا عندي رسالة لأخرى للطلبة. الرسالة الأولى لوزارة التربية والتعليم العالي، هو من الأفضل أن يتم اللي هو الربط بين الأجهزة اللي موجودة في الدولة مع الجامعات والمدارس اللي هو الخارجية عن طريق اللي هو السيستم، عن طريق اللي هو التكنولوجيا، والبعد تماما اللي هو عن الأشياء والكتابات اللي هو اليدوية والمخاطبات والمراسلات اللي هو اليدوية، لأن هناك أشخاص فلتوا اللي هو من العقوبة بسبب هذه المخاطبات اليدوية. والشيء الآخر أنا رسالتي أيضا لهم أن الشخص قبل أن يقوم اللي هو في الدراسة في الخارج، سواء كان مدارس اللي هو ثانوية أو كان في جامعات، أن يقدم طلب للالتحاق في الجامعة في الخارج، على أساس أن الوزارة يكون لديها علم أن هذا الطالب سوف يقوم في الدراسة في هذه الجامعة، وأنه يكون صحيح. له ملف معين. حتى لا نخلط اللي هو الأمور ويصبح الطالب متهم وهو غير متهم فيها، ولا يتساوى هذا الطالب في الطالب اللي هو المزور. ونصيحتي أيضا الأخيرة اللي هو حق الطلبة، نصيحتي أنا بحكم أني أنا مسكت العديد من قضايا، في بعض الطلبة يكونون فريسة سهلة لضعفاء النفوس اللي هو المكاتب المنتشرة في دولة الكويت. أنا نصيحتي لجميع الطلبة، أنت سجل بنفسك في الجامعة أو المدرسة، لا تذهب إلى أصحاب اللي يدعون أن إحنا نقوم اللي هو في جميع اللي هو إجراءات التسجيل المكاتب الخارجية، لأن هناك طلبة أصبحوا أمام اللي هو النيابة مجرمين، وهم غير مجرمين بسبب اللي هو المكاتب التي تبحث عن المادة. صحيح. لأن إجراءات التسجيل أمام اللي هو وزارة التربية والتعليم العالي سهل، فأتاح الفرصة لضعاف النفوس ليستقلون هذه التزوير والأختام الأساسية من أجل اللي هو الحصول على المادة. صحيح. وأخيرا نحن نشكركم على تسليط هذا الضوء على هذا الموضوع. نعم. ونحن نتأمل يعني من الوزير، ونحن نشوف جهودهم الواضحة
اللي موجودة، فإحنا كلنا أمل أن نعم. يتم أن لا يتم اللي هو إقلاق هذا الملف إلى أن يتم اللي هو الحل ووضع صح. اللي هو أساسيات جذرية للقادم ليس فقط للاحق. صحيح، كل الشكر على تواجدكم معي اليوم وعلى إثراءكم لهذه الحلقة تحديدا. شكرا لك دكتور عبد الواحد الخلفان عضو هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وأيضا لك المحامية هيا الشلاحي على تواجد معنا اليوم. إحنا اليوم نعيش حرب، وهذه الحرب ضد الفساد بجميع أنواعه، وهذا النوع من الحروب يعتبر من الحروب المحببة على قلوبنا. فإن إحنا نعيش هذا الفساد التعليمي هو كارثة، لأن التعليم أحد أهم أعمدة هذا المجتمع اللي قاعد نعيش فيه. إن فسد التعليم فسد المجتمع بأكمله. أتمنى في ختام حلقتنا لهذا اليوم أن يحاسب كل من زور شهادته وكل صاحب شأن في ذلك، وتبدأ وزارة التربية والتعليم في غرس القيم والمبادئ اللازمة لأبنائنا. فمن استسهل التزوير الآن هو نتاج ما كان يمارسه في الصغر، لنتوقف عن تدريس أبنائنا ما يحفظونه ولا يطبقونه. فالفساد اللي نعاني منه الحين هو فساد أخلاقي وتربوي في المقام الأول، وعليه يجب أن تكون رسالتنا الأولى هي رفع المستوى الأخلاقي في النشأ. شكرا لكم على متابعتكم لحلقتنا اليوم، نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى وفي نفس الموعد. أمان الله.